لومدين واحنا صغيرين. ازيك يا حبيبي؟ حبيبك انت تعرفني عشان تقولي يا حبيبي. الله يجازي شطار. طيب روح هات الكراريس بتاعتك. ما شاء الله عنده صياعه مبكره. بقولك ايه يا حاضر؟ نعم. ابو مجدي كان قال اتفقي مع المدرس. والله يا فندم مفيش فرق اللي تدفعوه يعني. لا احنا نحب نتفق عشان اللي اوله شرط اخره نور. طيب جنيه في الحصه كويس؟ جنيه ده ايه؟ ده بيقولوا عليك لسه تلميذ ولا انت مدرس ولا حاجه. هنديك 35 قرش. احنا بنبيع كروم. والله بين البيع والشريف تحلى. الوم منك اقول لا ولا رزع الله. 35 قرش ده ايه؟ طب انا بقى بالعندي فيك حق. ايه؟ انا موافق يا ست. خلاص وانا عايزه الواد ينجح. واحد الله ما ننجح لك مخصوص. هات الكتب بتاعتك تعال. اقعد يا مجدي. لا هاخد الدرس وانا واقف. اقعد بقى. لا اديك في خلقتك بقى. خلق مين يابا؟ ده انا باكلك عيش. طب اقعد. انت في سنه ايه يا مجدي؟ في السنه اللي انا فيها. يا ابني ما تتعبش قلب انا مش ناقصك. في سنه خمسه. ابتدائي؟ لا هندسه، كليه الهندسه. ما تتكلم عادل. عامل لك ايه؟ ايوه في خمسه ابتدائي. اللهم طولك اروح. ومين سمعك؟ وبتاخدوا ايه يا مجدي؟ بناخد اللي في الكتب. امال مقطعه كده ليه؟ امال حلف السندوتشات في ايه؟ يا رب يا هادي يا هادي. الدرس الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مش دي شقة عبد الصمد أفندي المحضر؟ لا دي الشقة اللي فوقينا. لا مؤاخذة. لا مفيش حاجة. أنا شفت الجدع ده فين قبل كده يا أنهار؟ أيوة. أبوك هنا؟ لا مش موجود، ده في الشغل. ما انا عارف. خدي. ايه ده؟ الظرف ده بتاع ابوكي. حطهوله تحت المخدة بتاعته لحد ما يجي. الظرف ايه ده؟ مالكيش دعوة، ابوكي قال لي كده. حاضر. يلا. انت متأكد؟ الا متأكد. ده هراني رشوة. عبد الصمد ده سعادة الوكيل. ما بيشبعش ابدا. ده عاملها فرد عليا. النهارده قبض 100 جنيه. خدت نمارهم اهم. عمل لي شغلانته. قال ايه؟ عشان يزحلق لي القضايا. اتفضل يا مدي. الختمه اهو. عدم المؤاخذه. انا حصدر امر بالتفتيش. ساتر يا رب. ده مين اللي بيرزع ده؟ طيب. ايه ده؟ عندنا امر بالتفتيش. تفتيش؟ تفتيش ليه لا سمح الله؟ في اخباريه من انا بتاجر في المخدرات؟ في اخباريه رشوه يا عبد الصمد. رشوه؟ لا اتفضلوا فتشوا زي ما انتم عايزين. انا 27 سنه محضر ما مديتش ايدي وخدت سجاره من حد وجاي تقول لي رشوه؟ لان الظرف ده تحت المخدة. ظرف؟ ظرف ايه؟
ظرف مقفول فيه 100 جنيه وارقامهم مطابقه لارقام المبلغ عنك يا عبد الصمد افندي. الظرف ده انا ما اعرفش عنه حاجه ابدا، دي اول مره اشوفه فيها. مين اللي جابه هنا؟ بابا ده واحد جابه لحضرتك وانا نسيت اقول لك. الكلام ده بنسمعه كتير يا عبد الصمد افندي، فضل معانا. انا بريء يا حضره الظابط، ما اعرفش حاجه، ما ليش دعوه بالحاجات دي ابدا. هدوء. لا انا بريء يا عالم، انا بريء يا جماعه. خد يا مبني حل 17 مسألة دول. اشرب يا عم شاي محترم بالنعناع، ما بتلاقيهوش في بيتكم. يعني لسه معاك بتعلمه؟ لا ما اصل بيحل الواجب. طب ما بتكلموش ليه؟ هكلمه ازاي بس مش لما يحل الواجب؟ يلا يا مبني بسرعة. طب بقول لك ايه؟ ايوه. وحياة ابوك يا دم قاعد فاضي، خد اشل شوية الكوسة دول. نعم. اصل ابو مجدي زمانه جاي وما لقاش الاكل خالص بيبهدلني. طب ما خدك الغسيل في امين احسن. انا مال انا ومال ابو مجدي، ان شاء الله عنه ما جه ولا كل. مدرس انا ولا مرمطون؟ مرمطون ده ايه؟ احنا عاطينك بالساعه وانت فاضي في اثناء الساعه. تقومي تشغليني في تقشير الكوسه؟ على الاقل حاجه تعرف تعملها. يعني ايه؟ يعني بالعربي الواد بيشتكي منك، بيقول انك ما تعرفش تعلمه حاجه، بس فارق كلها في 35 قرش في الساعه. اعوذ بالله من الواد وامه، مش عايز حاجه منكم يا ست. سلام عليكم. رايح في داهيه تحتك انت وامك. انا هشرب كوسه واحكي لكم بقى المره الجايه. الباب من ايه؟ كمال. كمال نوره. ازيك يا كمال؟ انا سالت عليك الجيران اللي تحتيكم قالوا لي انك انت هنا. انت ما بتجيش الكليه ليه يا كمال؟ لما البوليس يجي يقبض عليا جوه الكليه الجامعه هتسكت؟ طبعا هيرفدوني، انا بقى رفدت روحي. معلش يا كمال، كل حاجه هتتصلح ليك عندي. ايه يا ضد؟ يلا امشي. ليك عندي اجيب لك بابا لحد عندك يصالحك ويصالح باباك وبابا بقى حاجه تانية خالص يا كمال صدقني. بس كمال، بس كمال، بس كمال ابوك قبضوا عليه. ابويا؟ جم فتشوا البيت وطلعوا فلوس رشوه وسحبوه على القسم. رشوه؟ انا ابويا مرتشي، مش ممكن ابويا يعمل كده. اهدى كمال اهدى. اهدى ازاي؟ ابويا في السن ده واتبهدل يا جدعان. مفيش احسن من الشغل الحر، لا حد يقول لك رشوه ولا يحزنون. ربنا يخلينا السباكه. اتنيل على عينك. احكي لنا ايه الحكايه بالظبط يا نهار؟ معرفش، عمتي سالت في القسم قالوا لها اللي قبضوا عليه واللي بلغ عنه واحد اسمه حلاوه العنتابي. بس ما اعرفش حاجه ابدا يا كمال، والله العظيم ما اعرف حاجه يا كمال. ده لازم اعرف ان واحده ابوها بالشكل ده ما يجيش منها غير البلاوي. كمال ما اعرفش حاجه. اتفضل امشي. لو ما كنتش واحده ست كنت عرفت اتعامل معاك كويس. يلا. يلا بينا على القسم، يلا بينا. خليك انت يا دنداني. الاخر الزمن نترمي مع الحراميه والنشالين. حقك عليا انا بابا، كل اللي حصل لك ده من تحت راسنا، انا عارف انتقم منه كويس. لا يا ابني مالكش دعوه انت بيه، ابعد عنه. تضيعنا انا، انت اخواتك محتاجين لك. ما تشيلش هم، انا هقوم لك اكبر محامي وهتطلع منها باذن الله. اتفضل يا عبد الصمد افندي، لقمه كده على قد الحال. كفتك. كتر خيرك يا انهار. شده وتزول يا عبد الصمد افندي. احنا لازم نكسر رقبه الراجل اللي اسمه حلاوه ده. هنقدر عليه خميس؟ نقدر عليه وعلى اللي خلفوه. المهم دلوقتي روح نشوف اخواتك وبعدين نبقى نقوم محامي. يلا بينا. يلا يلا يا انهار، يلا يلا يا اجدع بنت خالف الدنيا. يلا يا اختي. بابا بابا بابا. ايه ايه مين مين؟ ايه اللي انت عملته ده؟ في ايه؟ كارثة مصيبة. أمموا اللحمة؟ لحمة ايه بس اللي اتأممت؟ أمال ايه؟ المحلات اتحرقت؟ البهايم ماتت؟ لا، مفيش أي حاجة من دي حصلت. خلاص يا ست، ما دام أنا وأنت بخير، الدنيا وما فيها. حتى لو أذينا الناس؟ ناس مين اللي أذيناهم؟ عبد الصمد أفندي. ده حرامي. مش ممكن يا بابا. يعني أنا هتبلى عليه؟ ده مرتشي ولازم يتقدم. الحمد لله اللي ربنا كشفهم على حقيقتهم قبل ما كنا نتورط معاهم. أنا شخصيا ما كانش عندي مانع، إنما يعني كل الكلام اللي أنت بتقوله ده مش داخل دماغي أبدا. يبقى خلاص، أنا اللي حرامي وأنا اللي كذاب. يو يا بابا،
اسمعي يا نورة يا بنتي، ارمي الناس دول من ورا ظهرك، ارميهم نهائي. اسفة اسفة يا بابا. نورة نورة، يعني رأي حضرتك يا متر ان عبد الصمد افندي رايح في داهية؟ رايح في داهية. داهية ايه انت كمان؟ صحيح هو موقفه وحش، انما مفيش حاجة مستحيل. احنا مستعدين ندفع من جنيه الالف. ما تتفشخرش قوي كده، على كل حال ربنا يسهل. احنا هناخد 2000 جنيه، 1000 مقدم و1000 بعد البراءة ان شاء الله. طيب لو سمحت هنروح نجيب لحضرتك الفلوس. استأذن احنا بقى. مع السلامة. شكرا يا متر. مع السلامة. انا مش ممكن اسلم قضية ابويا الا لمحامي كبير. ما انت عارف يا كمال، العين بصيرة واليد قصيرة. معلش أنا عندي تصريف برضه. بقولك يا عزوز. يا نعم. أنا عايزك تروح تحوم حوالين الراجل اللي اسمه حلاوة العنتابلي ده، تعرف دكاكينه فين؟ قد إيه؟ بيعمل إيه بالظبط؟ حاجات زي كده. أني حشمشملك عليه فشر الكلب هو. أنت بتفكر في إيه بالظبط؟ اسمع يا خميس، أحسن طريقة للدفاع ضد الشر الهجوم على خصمك. ما تقعدش حاطط ايدك على خدك وتستنى تدافع عن نفسك. ايه واد الكلام الكبير ده؟ امال ايه؟ الزمن خربشنا خميس. بس العمليه دي عايزه فلوس. انت معاك كام يا دنداني؟ الدنداني غلبان الايام دي، لكن مش مهم، هنزل ابيع لك ساعتي. هتبيع ساعتك؟ هي الساعه تغلى عليك ولا على ابوك يا دكتور؟ دكتور. ما خلاص يا عم. خلاص. طب ثانيه واحده بقى، حمامه واجيلك. واني في ساعتين زمن هكون جبت لك قرار. انت ناوي على ايه بالظبط؟ انا هقول لك انا ناوي على ايه بالظبط. انا خايف. تعرف تسكت؟ اعرف يا سيدي. انت متاكد يا عزوز ان هو ده المحل؟ ايوه، ليه اكبر محلات حلاوه العنتاب للست. اسمعوا يا جماعه، انا ما عنديش استعداد العب اللعبه السخيفه دي، انا ابن ناس متربي بصراحه. انت جبان يالا. مش عايزينك. يلا امشي امشي. وسع 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 شمع المحل بالشمع الاخضر، بالشمع الاصفر، بالشمع الاحمر. تحت امرك يا دكتور. ايه اللي حصل بس يا دكتور؟ اللحمه دي لحمه براني، مش بعيد تكون لحمه حمير. اتاكد في نفسك يا دكتور. الله. عندك محضر ذبح خارج السلخانه. ها؟ خلصت مهمتك على الظابط؟ تمام يا دكتور. متشكر قوي. كبير معلم بتاع المعلم حلاوه يا بيه. ما عشان كده لازم اخد على دماغه. وحيد هذا المعلم. استنى. انت بتهددنا بالغول بتاعك ده. الله العظيم ده حاجه. انت واقف عندك كده ليه؟ هات لنا عينه من اللحمه عشان نعمل لها اختبار مع الشوربه. يلا. حاضر. الشمع الاحمر جاهز يا دكتور. نفذ الغلق يا حضر الظابط. انت بتفرق لي ده ليه؟ مش قصدي يا بيه. حط له خد. ومش قصدي ليه؟ افتح شوط. خلص خلص. اوكي يا الظابط. اوكي يا دكتور. كله تمام. كله تمام. يلا بينا. وسع وصلي على النبي. وسع وصل على النبي. وسع وصل على النبي. وسع وصل على النبي. حسب العيال. كلمنا على سبع الروم بتاعك. يا حول الله يا رب. خدوها في العضل. خدنا كم من الدرج؟ 701 702 703 704. كويس. يلا عشان نلحق المحامي. واجب يا دكتور، بس مش متهيألي ان واد العربيه الهاني الاول. الواد انا خايف منه قوي، ده واد عايل. تفتكر ممكن يبلغ عننا؟ لازم نوري له العين الحمراء. بقول لك يا ده عزوز. ايوه. انت متاكد من المعلومات اللي انت تتهالي دي؟ عيد يا دكتور. طب عال تبقى الخبطه الجايه جاهزه، وراك والزمن طويل عن تابلي. ازاي اضحك عليك يا؟ رحت شمشمت ورحت مكتب التموين لقيت ما حصلش حاجه. اصلهم دخل علينا احنا مظبوط يا معلم. معلش بكره بيسي جايبهم يا معلم. مبغور من وشي.
البوليس ايه اللي هندخله في الحاجات دي يا معلم ونفتح على نفسنا فواتيح؟ انت ناوي تبلغ البوليس؟ سيبنا افكر في الحكايه دي. صباح الخير يا فندم. صباح النور. انا عندي بلاغ ضد واحد بيتاجر في ارواح الناس. بيتاجر في ارواح الناس؟ ايوه يا فندم عشان يكسب وما عندوش مانع يقتلهم كمان. اتفضل يا ورقه وقلم اهو اكتب اللي انت عايزه. طب ممكن يا فندم بعد سيادتك ما تتاكد من جديد البلاغ تخفوا اسمي؟ مفيش مانع. أفندي. فين المعلم حلاوه العنتبلي؟ مين اللي عايزنا؟ اتفضل معانا، في امر بالقبض عليك. بابا ما تتخضيش يا نوره، في غلط في المساله ضروري. خير يا حضرة الضابط؟ في ايه؟ هتعرف كل حاجه قدام السيد وكيل النيابه. اطلبي لي المحامي وخليه يحصلني حالا. بعد بحث البلاغ اتضحت جديته. ده مين اللي بينخر ورايا ده يا اخوانا؟ وده التقرير الفني، واخد الرخصة على 4 أدوار وبنيت 14 دور. الحق عليا اللي بفرك أزمة السكن. تفرك أزمة السكن ولا تجيب أجل السكان؟ يا بين اتصرف. تتصرف في إيه؟ الأساسات بتاعتك ما تتحملش الأدوار دي كلها، والعمارة مبنية بمواد هشة وغير مطابقة للمواصفات الفنية. بيسرقوني يا بيه. اللي بيشتغلوا معايا بيسهوني ويسرقوني. وهم برضو اللي سهوك وبنوا 14 دور. ما تقول حاجة يا حضر المحامي. ممكن سيادتك تفرج عن موكلي بالكفالة؟ آسف. يحجز المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. بس لو أعرف مين اللي إداني الزومبا دي أشرب من دمه. مسير أعرفه. ينصر دينك يا أبو كمال. هو هيروح مننا فين؟ وبالمناسبة السعيدة دي عايز أتكلم معاك في موضوع عائلي هام. خير. باختصار كده أنا داير على واحدة وعايز أتكلم عليها. الموضوع ده طالع في دماغي قوي. مين بقى سعيدة الحظ دي؟ ما انت عارفها. انهار بنت خالتي. انهار؟ اكتشفت انها بنت حلال قوي وحنينه قوي وعندها بيت وعندها اساور. جواز مصلحه يعني؟ مصلحتي يا راجل، لا مصلحه ولا غيره. اسمع خميس، انا رايي بلاش. ايه اللي حوارتك توريطه زي دي؟ الله، كوني اخطب انهار تبقى توريطه ليا؟ لا، توريطه ليا هي. اسمع خميس، انهار بنت حلال عايزه تعيش، بلاش تمرمطها معاك. انت هتقفلها ليه؟ تكونش عينك منها. انا مش عايز اقفلها ولا حاجه، انا بنصحك بس. مالكش دعوه يا اخويا، مالكش دعوه. يلا بينا نخطبها. يلا. ايه ده مالك انهار؟ بتعاتل ايه؟ اتفضلوا. اصل عمتي بعافيه شوي، ودتها للدكتور عشان يكتب لها على دواء محشرة في المستشفى. يا الباقي في حياتك انا. كويس يعني. طب ده بنت الحلال كنت تقولي الواحد فينا كان يجي معاك المستشفى. معلش، بسيطه ان شاء الله. قالوا هيعملوا لها تحاليل وممكن تخرج بكره. اما احمل لكم القهوه. أنا متهيألي مش وقته خميس. بتقول لك شوية تحليل وهتخرج. ده أنت عليك حاجات يا جدع، أبويا في السجن وهي عمتها في المستشفى وأنت جاي تخطب. يلا يلا بينا قوم. طب والقهوة؟ قوم بس، قوم لاقفشونا قوم. إفراج بكفالة 3000 جنيه. زي بعضه، ادفعهم مع حد محامي. وأمر بإزالة العمارة. إيه؟ هذه العمارة كلفتها 250,000؟ احمد ربنا إنها ما تهددش على الناس. هو حضرة الضابط مش هيني؟ لا مش هيني، أشكركم. آه يا ناري لو أعرف مين اللي بلغ عني. يا بابا ده أنت أصول تشكرهم. أنت كلامك بينقطني. أنت تسكتي نهائي. يا ست نورة برضه وده وقته يعني. أنت تخلص خالص. يلا يا بابا نروح نعمل إجراءات. يلا يا بنتي. هتدي العمارة على دماغه. يا حلاوتك يا حلاوة. الخطوة جاية عارفها يا عزوز؟ طبعا عارف. والمعلومات مظبوطة. بيشتري اللحمة من الجمعية ب68 وبيبيعها بالغلا والكاو. كويس، المهم تبقى كارثة في اللحظة المناسبة عشان الظابط وهو متلامس. مبروك يا ولاد، مبروك. براءة يا حلاوة. هيخرج بكفاءة، ودي فرصة كويسة إننا قدرنا نطلعه بكفاءة. يلا روح
تاني عشان يخرج بكره. مبروك يا بابا. مبروك يا عم عصام. مبروك على ايه؟ هنجيب منين ال 200 جنيه دول بس؟ لا احنا عاملين حسابنا. عاملين حسابك ايه يا ابني؟ انت مش بتقول ان ابوك صراماتي؟ ما تقولش صراماتي يا عم عصام. الله انا حاولت. لا انا قصدي يعني اقول يا ابني ان الراجل على باب الله يعني. اصل الحاج ابو خميس كان محوش قرشين عشان يحج، فاحنا هناخدهم يعني. اه يا لسه الدنيا فيها خير. طيب يا ابني انا لما اخرج هبقى اروح اشكره ان شاء الله. لا 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 تشكره ايه؟ تشكره ايه؟ اوعى تشكره احسن، ده يزعل قوي لما انت هتشكره. انا هروح اجيب لك فلوس. طيب. مالك مبلم كده؟ بتفكر في ايه؟ هجيب لي فلوس منين؟ طلع سلامة يا معلم، طورت محلاتك يا معلم. صل على النبي. الله يبارك فيك. الف مبروك يا معلم. الف مبروك. اتفضل يا سيدي المعلمين. اتفضل يا سيدي المعلمين. طلع سلامة يا معلم. الف مبروك. يجيب السلامة يا معلم. مبروك على رجليك لينا يا معلم، المحلات نورت يا معلم. اشكر يا ابني انت وهو، كل واحد يشوف شغله بقى. حاضر يا معلم. يلا يا سيدي انت وهو. ولا شير ده. نعم ايه يا معلم؟ خدت كوبايه ميه ساقعه عشان ريقي ناشف قوي. تؤمر يا معلم. اوعى انت وهو. اتفضل يا حضره الدكتور. ايه صاحب المحل؟ احنا. افتح الثلاجه. افتح الثلاجه. اللحمه دي مذبوحه بمعرفتك؟ طبعا بمعرفتي. امال بمعرفه الجيران؟ اتكلم بادب. حضره الضابط شمع المحل. محل ايه اللي عايزين تشمعوه يا نصابين؟ اقفل الابواب ولا واسحب السكاكين انت وهو. انت اتجننت؟ والنبي ايه؟ انتوا وقعتوا في الخايه ولا حد سمع عليكم؟ انت عارف معناها ايه اعتداءك على رجال التموين؟ وقوة البوليس؟ بوليس؟ بوليس مين يابا؟ انتوا وكلتوها للواد المره اللي فاتت هتوكلوها لي انا؟ دور ضرب فيهم ولا انت ولا؟ السيارة انت وهو. اي حد هيتحرك حضره في المليان. خطه التضعيم القوي يا امين. بس حضرة. ايوه يا دكتور. بعد المعاينه الاولانيه البلاغ مظبوط واللحمه لحم الجمعيه فعلا. لا يا راجل، اللحمه ب68 قرش تبيعها ب4 جنيه يا راجل، حرام عليك. الله الله الله، هي الحكايه جد ولا ايه؟ اتفضل معايا. شرفت يا اخويا. مين؟ تعال اقعد هنا. انت تعرفني؟ هو في حد ما يعرفكش؟ صبي من صبياني. لا كلنا خدامينك. تعيش. وانت بقى جاي قضية ايه؟ هي قضية واحدة والباقي اواضي. في حد بيحفر في سكتي. ومن عمايلك السودا. ايه قله الادب دي بقى؟ انت مين؟ لسه ما انت شايف يا عم القلب والنظر. انت مين؟ عبد الصمد. ايوه يا اخويا عبد الصمد. عبد الصمد الراجل الغلبان اللي ما عملكش حاجه. شفت؟ في نفس الجمعه يا شاء السميع العليم انك تجيني هنا. طب الكتم ياما، وانت لسه ما تهددش. هدى لما تهدك. تعالى يا عبد الصمد. ايوه حضره البشاويش. ان دفعت لك الكفاله وهتخرج. فتك بعافيه يا حلاوه بيه. ربنا يهدك.